مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد وهو ضريبة الدخل على أرباح الأشخاص الاعتبارية. القانون بيحدد مين الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للضريبة. بنجد المواد 47 و48 من القانون حدد مين هم الأشخاص الاعتبارية، وقال في نص المادة 47 أنها تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها، وتسري الضريبة على مين هم اللي بتسري عليهم الضريبة. في السلايدز القادمة هنتعرف على من هم الأشخاص الاعتباريين. الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة لجميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع. وكمان الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة للأرباح اللي بتحققها من خلال منشأة دائمة في مصر. يبقى أنا لو عندي أشخاص اعتبارية مقيمة في مصر بتخضع الأرباح بتاعتها للضريبة، سواء الأرباح دي حققتها في مصر أو في خارج مصر. طب بالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة، الأشخاص الاعتبارية الغير مقيمة بتخضع الأرباح بتاعتها اللي بتحققها المنشأة، بس بشرط تكون المنشأة دي دائمة في مصر. وفقا لمعيار الشكل القانوني، نصت المادة 48 على أنه يعد من الأشخاص الاعتبارية. هنا بقى بيوضح مين هم الأشخاص الاعتبارية. رقم 1 شركات الأموال، وشركات الأموال وهي المحددة في قانون ضريبة الدخل مادة 1، وفي قانون شركات الأموال اللي هو رقم 159 لسنة 81 في 3 أنواع: شركات المساهمة، شركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. رقم 2 شركات الأشخاص. يبقى احنا قلنا شركات الايه؟ الأموال. هنا شركات الايه؟ الأشخاص. زي ايه؟ شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة. بعد كده من ضمن برضو الأشخاص الاعتبارية الجمعيات التعاونية واتحاداتها، مع مراعاة طبعا الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون. الهيئات العامة، الهيئات العامة داخل الدولة بتعتبر من الأشخاص الاعتبارية، زي الهيئة العامة للبترول، الهيئة العامة للاستثمار، كل دي شخصيات اعتبارية. البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في مصر وفقا لمبدأ التبعية الاقتصادية. الوحدات اللي بتنشئها الإدارة المحلية لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة، والشركات المهنية. كل هذه النماذج أو الأشكال القانونية بيطلق عليها وصف الأشخاص الاعتبارية. بعد ما تعرفنا على الأشخاص الاعتباريين بنحدد مين الأشخاص الاعتباريين اللي بيتم إعفائهم من الضريبة. تحددت الأشخاص الاعتبارية المعفاة من الضريبة في المادة 50 من القانون، وهي الوزارات والمصالح الحكومية لا تخضع للضريبة، المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة. وقد ألغي هذا الإعفاء بالقانون رقم 114 لسنة 2008. الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية، المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفاء. دي الأشخاص الاعتباريين الذين تم إعفائهم من الضريبة. في السلايدز اللي فات احنا تعرفنا على الأشخاص الاعتبارية المعفاة من الضريبة. هنا بنتعرف على الأرباح والعوائد المعفاة من الضرائب. هنجد أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 75، وأرباح توزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون رأس المال الصادر سنة رقم 95 لسنة 92،
وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية. بيشمل هذا الإعفاء 3 أنواع من الأرباح. إيه الأرباح المعفاة؟ أرباح صناديق الاستثمار وتوزيعات صناديق الاستثمار وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية. من ضمن العوائد والأرباح المعفاة من الضرائب ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في أوراق مالية، بشرط أن تكون الأوراق دي مقيدة في سوق الأوراق المالية. العوائد اللي بتحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية اللي بيصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيه. التوزيعات والأرباح والحصص اللي بيحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة ده مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى. أرباح شركات استصلاح واستزراع الأراضي لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد اللي بتحددها اللائحة التنفيذية للقانون. أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة 10 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط. تأكيد وعاء الضريبة: يمكن تقسيم المصروفات والتكاليف واجبة الخصم لمجموعتين. المجموعة الأولى مصروفات وتكاليف نص عليها القانون، اللي هي رقم 1 العوائد المدينة اللي بيدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما زاد عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية. ويخرج عن تطبيق هذا الحكم ما يلي: البنوك وشركات التأمين والشركات اللي بتباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. يعني إيه العوائد المدينة اللي بيدفعها الأشخاص فيما زاد عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية؟ بمعنى إن لو في شركة واخدة قرض أنا بسمح أو بعتبر الفوائد اللي بدفعها عن هذا القرض ما تزيدش عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية. يبقى أول حاجة لابد إن أنا أحسب متوسط حقوق الملكية، وهنشوف في المحاضرة القادمة كيف يتم حساب متوسط حقوق الملكية، وبضربه في 4، يعني 4 أمثال. لو المفروض إن العوائد المدينة ما تزيدش عن 4 أمثال، طب اللي يزيد عن 4 أمثال متوسط حقوق الملكية بيتم استبعاده وإضافته مرة أخرى لصافي الربح المحاسبي، وهنشوف إزاي بنحسبها من خلال الأمثلة في المحاضرة القادمة إن شاء الله. ماذا يقصد بحقوق الملكية؟ أو إزاي بحسبها؟ حقوق الملكية اللي إحنا قلنا 4 أمثال حقوق الملكية، طب إزاي بحسب حقوق الملكية؟ الحقوق الملكية أول السنة المالية زائد حقوق الملكية آخر السنة المالية. يبقى أنا بجمع رصيدها في أول المدة ورصيدها في آخر الإيه؟ المدة، وأقسمه على 2. وكذلك الحال بالنسبة للقروض والسلفيات، برضو بشوف رصيد القروض والسلفيات أول المدة وزائد بضيف عليه رصيد القروض والسلفيات آخر المدة وبقسمه على 2. يبقى أنا جبت كده الإيه؟ المتوسط، سواء متوسط حقوق الملكية أو متوسط القروض والسلفيات. ده طبعا قال مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة. العوائد المسددة على القروض فيما لا يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية،
بمعنى ان العوائد اللي انا بسددها على القروض او الفوائد اللي بسددها على القروض لا يصح ان تجاوز مثلي سعر الائتمان المعلن من البنك المركزي. فلو على فرض ان الشركة اخذت قرض بمعدل فايدة 15% وسعر الائتمان المعلن من البنك المركزي 6%، انا بقول ان الفايدة دي ما تتجاوزش مثلي سعر الائتمان. طب سعر الائتمان 6، المثل بتاعه ان انا اضربه في 2 فيبقى 12، يبقى مثلي سعر الائتمان بتاع البنك المركزي 12 والمعدل الفايدة على القرض 15، يبقى في هناك فرق 3%. ال3% دول بيتم حسابهم بيساووا قد ايه من المبالغ المالية، وبيتم اضافتها مرة اخرى لصافي الربح المحاسبي. رقم 3، عوائد القروض والديون على اختلاف انواعها المدفوعة لاشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة او معفين منها او معفيين منها. وتنص المادة 23 من القانون على أنه يعد من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم عوائد القروض المستخدمة في النشاط، اللي هي بين قوسين العوائد المدينة أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانون. بكده بنكون خلصنا محاضرة اليوم، وهنستكمل التطبيقات العملية على هذه الضريبة في المحاضرة القادمة إن شاء الله.